ازاي الانسان يحس ويكون عنده الاحساس ده ان المشوره دي صالحه من الله؟ وهل بالفعل في مشوره صالحه ومشوره من الله ومشوره من الشيطان او مشوره غير صالحه؟ كل المشورات لازم اضعها امام الله. كم من مشورات تبدو مستقيمه في عيني الانسان وفي عاقبتها طرق الموت. والكتاب يقول لنا في قلب الإنسان أفكار كثيرة. وعلى فكرة مش بالضرورة تكون الأفكار دي غلط، بس يكمل يقول إيه سليمان الحكيم، ولكن مشورة الرب هي تثبت. مشورة ربنا في النهاية هي تثبت. فلازم أكون بصلي، وفي نفس الوقت الكلام اللي قلته في الأول، مشورة الصالحة هيميل ليها الإنسان الصالح. يعني أنا لما النهاردة أكلم واحد مثلا، وأنت بتختار شريكة الحياة اختار مواصفات تكون تعرف ربنا وكده وكلام حلو زي كده، وهتكون حياتكم فيها روعة ووداعة وصوت واطي، في واحد هيقدر هذا الكلام، وفي شخص آخر مش ده الكلام اللي ندور عليه، حسب توجهات قلبه الداخلية. أنا المشورة اللي بديها له دي في نظره مش صالحة، هو كلمة صالحة ومش صالحة دي بمقاييسه هو. يعني إزاي الإنسان يستقبل المشورة هو ده الأهم في الموضوع. صلاحه الداخلي واستقامة قلبه مع الله سيقوده إلى المشورة الصالحة تلقائيا. الطيور على أشكالها تقع، دي معناها أنه هو هياخد ده، هيختار السكة دي طروق ليه. أنا مبسوط فرحان في السكة دي، حتى لو التاني يعني سمع كلمتي كده بتغصب مش هيكون مبسوط. حقيقة ربنا خلق لنا ودنين ودنتين وفم واحد أو لسان واحد، وده إن دل على شيء يدل على أهمية الاستماع. ويمكن قصتك من شوية اتكلمت عن أليهو وإزاي هو قعد سمع التلاتة أصدقاء أيوب وهو في الآخر خالص اتكلم. فخلينا نأكد على فكرة أهمية الاستماع في الإنسان اللي أنا المشير، اللي هو يعتبر أنا بستشيره وعايز أعرف رأيه. الإنسان ده أهمية أو مبدأ الاستماع إزاي ده مهم في الموضوع؟ طبيعي أن اللي بيبدي رأي في المشورة ما بيعملش يعني فكرة الفرد، فبيحب يسمع، هو شخصيا بيحب يسمع. فالفكر نفسه واحتكاك الفكر ده بيولد إبداع، لأن أنا عايز أسمع منه كمان هو. صحيح. أنا هديله النهاردة مشورة دي أنا بحسب فكري أنا المشورة دي كده، لكن هو ليه توجهات تاني قد يكون أنا مش واخد بالي منها، فإيه المانع أن أسمع رأيه للآخر وهو يسمع رأيي للآخر، وقد لا يكون رأيي ولا رأيه، ومن الرأيين نخرج برأي ثالث ما كانش في الحسبان. فالاستماع ده بيدي إبداع في الفكر. يعني طبعا الاستماع من المتقبل المشورة وللي بيدي مشورة. صحيح. يعني أنا أديته مشورة بس عايز أسمع رأيه فيها برضه. لا مش أنا الصح، لا ده كلام مطلوب.